بسم الله. المصطلح الثاني مصطلح WWW 3W 3W، مصطلح غير نظام المعرفة والعلوم والمعلومات في العالم. WWW، ايه هو WWW؟ W الأولانية world، عالم. W الثانية وايد، واسع. الدبليو الثالثة ويب، شبكة. شبكة عنكبوت، سيبك من عنكبوت لكن خد شكلها، شكل شبكة العنكبوت، شبكة العالم على اتساعه كله. لكن ليه؟ طب ما احنا اتكلمنا عن الانترنت قبل كده. الانترنت وصل للعالم كله سلكي او لاسلكي، انما ده عايز يوصل العالم كله معلومات. استغل البنية التحتية ووصل كل الناس، كل الناس يكون يقدروا يدخلوا على المعلومات. الحكاية اساسا والقصة هي حل جعل المعلومات متوفرة لأي فرد او جماعة او منظمة في اي وقت وفي اي مكان. احنا بنتكلم عن معلومات ونشرها، مش بنتكلم عن سلك او حاجة. يعني شبكة المعلومات اللي هي WWW بتتكلم عن المعلومات، المعلومات اللي ممكن تكون نص، ممكن تكون صورة، ممكن تكون صوت، ممكن تكون فيديو. ازاي انشرها واجعلها متوفرة للجميع؟ ازاي اعرضها على كل الاجهزة؟ واحد معاك عايز تتفرج عليها على الكمبيوتر، اهلا وسهلا. عندك ايباد عايز تتفرج عليه، اهلا وسهلا. عندك موبايل تليفون، اهلا وسهلا. عندك حتى التلفزيون دلوقتي بتقدر تشتغل عليه وتشوف عليه ايه، اي معلومة موجودة في الانترنت. انما الانترنت غير. الانترنت عبارة عن ايه؟ وصلات سلكية ولا سلكية، ما احنا قلنا عليه قبل كده، والياف بصرية او ضوئية، والتوصيلات البحرية، والتوصيلات عن طريق الاقمار الصناعية وغيرها. بالطبع الانترنت هي هتكون الطريق اللي هنستخدمه عشان نوصل المعلومات لكل العالم بعرضه وطوله يا سيدي. ماشي ماشي. اوصلها ازاي؟ قالك عن طريق صفحة الانترنت، ويب بيج. بيج ببساطة صفحة، والصفحة دي بتبقى مستند، بتكتب جواب، بتكتب كتاب، بتكتب صفحة. صفحة، نعم. والويب عبارة عن شبكة عنكبوت. يعني سيبك من المصطلحات، الويب هنطلق عليه جدلا انترنت، ولكن هي مش انترنت، احنا بنقول شبكة افتراضية بتوصل كل العالم ببعضه معلوماتية. خلينا نتكلم. الصفحة دي عامة ما هي الا مستند بصيغة خاصة. ليه؟ بصيغة HTML هايبر تكست ماركت اب لانجوج. ليه؟ انا هبعت لك مستند مكتوب فيه كلام، والكلام هوصفه لك، ده بالاحمر ده كبير او صغير. وكمان الكلام ده ممكن اقول لك ايه، لو دست على الكلمة دي هتروح لموسوعة ويكيبيديا وهنعرف ايه هي، هتروح لصفحة الاهرام، هتروح لصفحة الاخبار، هتروح لصفحة الجمهورية، هتروح لصفحة الاتحاد، هتروح لصفحة البيان. دي كلها عبارة عن ارتباطات. جميل. وخلي بالك المستند ده مش كلام بس، ده المستند في جداول، في صور، في صوت، في فيديو وخلافه، حاجات تانية وحاجات كتيرة، وما يستجد هيكون اكتر. موجودة فين؟ مش موجودة على الكمبيوتر بتاعك طبعا، لو موجودة على الكمبيوتر بتاعك انت بس اللي هتشوفها، لكن دي موجودة على الانترنت، هتتحط على الانترنت. وبعدين لو حطت على الانترنت، الانترنت زي الشارع العام، كل الناس هتشوفه. ذلك سمي ويب بيج. ليه؟ او سميت صفحة انترنت ليه؟ لان صفحة مستند في صور ونصوص وجداول واصوات وفيديو، وكمان موجود فين؟ مكانه على الانترنت. احنا اساسا هو احنا صممناه ممكن يكون على جهاز الكمبيوتر وبعدين رفعناه على الانترنت. ليه؟ عشان كل الناس تشوف. تعالوا نشوفوا بعض مع بعض، بعض الايه، بعض النماذج عن الويب بيج
او صفحات الانترنت. ادي يا سيدي، تعال نشوف من احسن صفحات الانترنت، او بلاش احنا معلوماتيا، هدخل على الجوجل واقول له لو سمحت انا عايز اسال عن الموسوعات. الموسوعات زي موسوعه جميله قوي اسمها ويكي بيديا. ويكيبيديا موسوعه رهيبه فيها معلومات اللي فاتت واللي جاي، اسمها ايه؟ ويكيبيديا. اوكي، لكن قبل الويكيبيديا زمان كان في حاجه اسمها بريتانيكا. بريتانيكا عبارة عن ايه؟ بريتانيكا عبارة عن بريتانيكا كانت عبارة عن مجموعة من الكتب، موسوعة تحتوي على كل شيء. تسأله عن البلدان عفريت، عن الأشخاص عفريت، عن الديانات عفريت. ذلك كان المثقفين يروحوا جايبين البريتانيكا وروح حاطينها في المكتبة كتير، مش عارف كم، مش عارف يعني على حسب الاصدار كام، عدد كبير جدا تملى مكتبه بالكام. ومش عايز يسال عن حاجه يروح فاتح الايه البيه السي ويشوف. قال يعني استاذ بيعرف انجليزي وعنده موسوعه بريطانيه يعرف كل حاجه. الكلام ده كان زمان في عصر الكمبيوتر، عملوه على سي دي وكانت ناجحه جدا برضه بريتانيكا. ونزلوا واحده تانية كانت سموها انكارتا، كمان بتشتغل على الكمبيوتر، كانت سي دي، لكن برضو لازم يكون عندك السي دي عشان تعرف المعلومة. خلاص الكلام ده انتهى بعد الويب بيج. الويب بيج خلاص انتهى. فجت، وعلى فكرة البريتانيكا بفلوس مش ببلاش. المهم كانت بعد كده جماعة اشتركوا مع بعض وعملوا الويكيبيديا موسوعة حرة، انت تقدر تكتب فيها وطبعا تقدر تعرف منها. طيب بس دي بالانجليزي. لا يا راجل، انجليزي ايه؟ ويكيبيديا يعني لو دخلت، انا كده قلت له ويكيبيديا خلاص دوت اورج، اورج معناها منظمه، وهنفهم برضو الموضوع ده. خلاص فيها ايه؟ انجليزي، اسباني، فرنسي، صيني، برتغالي، بودسكي، ايطاليانو، دويتش، الماني، معرفش حاجات كتيره. فين الالماني؟ فين؟ الله، ده طلع ايه كلام؟ لا 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 لا، ده ما فيش مساحة يكتب فيها الحاجة 20 لغة. طب تعال نشوف هنا اللغات. ادي لغة اولها العربية، خد اذربيجان. خلاص خد عندك كتير ولا يهمك، عدد كبير جدا. ونقول له سمحت انا عايز العربية. خلاص، او تروح على الجوجل، ادي جوجل خلاص، وتكتب هنا ويكي خلاص عربيك، او عايز تكتب عربي خلاص هو، وتعمل انتر، هجيب لك ويكيبيديا الموسوعه الحره. اضغط عليه. ادي يا سيدي، اهلا وسهلا بيك في الويكيبيديا العربي. عايز تعرف ايه؟ عايز اعرف معلومات عن مصر. يا راجل طب جيب لي حاجه. ادي مصر يا سيدي، مصر اصلها اكيد هتلاقيها، انا عايز حاجه صعبه شويه. خلاص ادي مصر يا سيدي. طب يعرف عن طنطا؟ نعم، بس استنى هنا مصر. ادي مستند عن مصر، في كلام جميل وفي صوت شغل يشغل لك بلادي 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 لك حبي واخواتي. الله، ده صوت. ده كلام. ده صوت. ده صورة. عايز ايه؟ وافلام كمان. وشايف كمان الكلام اللي هو زي مثلا الاسلام، الكلام اللي هو اللي هو الازرق ده، اللي لما تمشي بيتحول للماوس الى حاجه تانية، لو ضغطت عليه ده عباره عن ارتباط، هيفتح لك صفحه الاسلام اللي تبع الموضوع ويكيبيديا الحر. اضغط فوداك ايه على ارتباط اسمه الاسلام. تعال شوف، ادي ارتباط بيتكلم عن الاسلام. الله، ايوه، يبقى اذا ما هو الا مستند. خلاص، مستند ايه؟ مستند في كلام، ايوه، في صوت، ايوه، في صوره، ايوه، في افلام كمان. ماشي، الكلام ده كله انتوا تعرفوه، ولكن احنا بنأكد على هذا المعنى. وعملوها بقى صفحه ويب بيج والدبليو دبليو دبليو معناها وورلد، يعني ايه؟ اكتب سوني دوت كوم. سوني، معلش انا غلطت، خلاص سوني دوت كوم، هيدخلك على السوني دوت كوم. اكتب اخبار، هيدخلك على اخبار. اكتب ناشونال،
باناسونيك، اي شركه، اكتب اتش بي دوت كوم، خلاص اكتب ديل دوت كوم، اكتب ابل دوت كوم، خلاص انت موصول كل الدنيا. انت محتاج تقعد تكرر وتزيد؟ انا خلاص عرفت ان انت الدنيا كلها، العالم بوسعه بكبره كله مربوط مع بعض عن طريق انترنت كوصلات، ومربوط مع بعض عن طريق المعلومات اللي هي الدبليو دبليو دبليو، شبكة المعلومات العالمية بوسع العالم كله. خلاص كفاية كده، ماشي كفاية كده. نعم عرفت ايه هو الويب بيج. طب ما عايزين، يعني عايزين نعرف برضو ايه هو الويب بيج. طيب ايه رأيكم نعمل ويب بيج؟ انا هوريكم حاجة، معلش 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 استحملني. انا عندي الويب بيج بتاعتي اسمها بهيج دوت كوم، ادي بهيج دوت كوم، بهيج دوت كوم، معلش لانها هي تحت التجديد حاليا. ادي بهيج دوت كوم بتاع باوربوينت اكسل وورد، دي كلها ايه؟ عبارة عن ارتباطات لصفحات داخل الموقع بتاعي، ده موقع وفي صفحات كتير. عايزين، انا هعمل لك هنا صفحة هسميها بهيج دوت كوم، بس ايه جوه الموقع، خلاص اللي هي على سلاش، واكتب تيست دوت اتش تي ام ال، تيست تيست. نجربها. فراح قال لك بيج نوت فاوند، غير موجودة. طبعا تعالوا نصممها حاجة بسيطة كده ونرفعها على الانترنت، وبعد ما نوديها الانترنت تشوفها موجودة ولا لا. هي حاليا مش موجودة على الانترنت ولا موجودة على صفحة على الكمبيوتر بتاعنا. تعالى نشتغل على برنامج من ضمن البرامج السهلة الحلوة اسمها مايكروسوفت اكسبريشن. في برنامج تاني برضو جميل جدا اسمه ادوب دريم ويفر، وبرامج كتير. واجي اقول له انا عايز اعمل لو سمحت صفحة جديدة، صفحة جديدة. اوكي الصفحة دي ايه؟ هعملها HTML. خلاص واقول له اوكي ادي صفحة، هو سمها لي اوتوماتيك انتايتل. اقول له لا معلش سيف، احفظها لي، احفظها لي كايه؟ تيست تي اي اس تي دوت اتش تي ام ال، ماشي. واقول له احفظها لي سيف، هذا حفظها لي اسمها ايه؟ اتش تي ام ال. اجي ده مستند عادي، لو انتم بتعرفوا وورد هتلاقيه زيه فلاش كتير. هقول له تعالى في نص الصفحه، ايوه، ونكتب هذه، خلاص ايوه، نقلب بالعربي ونكتب هذه صفحه اختبار. اوكي اعمل انتر، خلاص بس واكتب، ايه رايك ما نكتب قبليها احسن هوم انتر، خلاص لان احلى حاجه نكتبها باسم الله الرحمن الرحيم، باسمه بنعمل كل حاجه. واختار بسم الله الرحمن الرحيم من اول ولاخرها، واروح مكبر الخط جاي هنا اهو باليمين عليها، او اروح فورمات معناه تنسيق والخط، واقول له معلش الخط ده عايزه كبير، عايزه يتناسب مع انه عنوان، ادي 36، ومعلش عايزه بلون ازرق كده، خلاص ادي الازرق. وبعدين معلش عايزه كمان بولد سميك، واقول له ابلاي، واقول له اوكي، ادي زي ما انتم شايفين. هاجي كمان هنا اهو اوكي، واقول له هنا وصله، هكتب كده معلش ده دي من عندنا، ممكن اكتب اي حاجه، وصله الى، خلاص الصفحة الرئيسية. اذا كان في اي سامحوني، يعني الرئيسية. لا سامحوني بقى، الرئيسية مثلا. خلاص الوصلة دي واصلة، اختارها كده معلش كاملة، وقول له دي مش عبارة عن كلام عادي، ده عبارة عن وصلة باليمين، وقول له هذه هو هايبر لينك. هيقول لي هايبر لينك هتوصلها لفين؟ اقول له لو داس عليها واحد نفذ امر ان انت تروح لصفحة الانترنت اللي اسمها www.bahig.com، وقول له اوكي. ماشي ماشي
عملنا كده الصفحة، عملنا التيست. نعم ماشي ماشي. لو جيت هنا باليمين وقلنا قول لي التيست ده ايه هو، زي ما انتم شايفين قال لك بيج نوت فاوند. لو جيت هنا هو دلوقتي وجيت باليمين على تيست اتش تي ام ال حفظ عشان يحفظ لي التغيرات، وباليمين اقول له انشرها لي على الانترنت ببلش معناها نشر، عارفين دار النشر ببلشر، ببلش كارنت فايل تو بهيج دوت كوم، ابعتها لي وانشرها لي على الانترنت تحت موقع بهيج دوت كوم، اضرب عليه وبص هنا هيروح مطلعها لك. هتمشي بص استنى هقول لك انت، ايوه هتبتدي هي ويقول لك تبدا صغيره 129 بايت وهيرفعها وخلاص. تعالوا دلوقتي نروح للانترنت وقول له ممكن دلوقتي بعد اذنك تدخل تاني انتر، هيقول لي ادي هي الصفحه بتاعتنا. طب هل الوصله دي لو ضغطنا عليها تدخلنا فين؟ فاكرين ده احنا عملناها مع بعض www.bahik.com، ادي اهو bahik.com. هنا مفيش وصله بتدخلنا للصفحه اللي هي الاختبار، تيجي نعملها ادي اهو واجي على الديفولت اللي هي الصفحه الاساسيه بتاعتنا دي، وتيجي نعمل هنا اهو واقول له اذهب خلاص، ما احنا عرفنا دلوقتي اذهب خلاص الى صفحة، انا ممكن اكتبها اي حاجة بقى انا اختبار بس كده خلاص ماشي الحال، وباليمين احفظها. انا مش بقولك عشان تعرف انا بعمل دي ازاي، لكن من هنا هنقدر نعرف. بس شوفوا دلوقتي بيطلعها على الانترنت، بيرفعها على الانترنت ويعمل ابديت ليها خلاص، هي موجودة فبيعدل عليها. دلوقتي لو رحنا وقلنا له دلوقتي بهيج دوت كوم بعد اذنك اعمل لي ابديت، ادي هو ذهب الى صفحة الاختبار، ما عملناهاش شايف ان هو ما عملناهاش لينك، ما عملناهاش هايبر لينك، ما عملناهاش توصيلة. نرجع تاني ونقول له لا ده مش كلام عادي، ما احنا مختارين كله باليمين واقول له دي هايبر لينك، هيوديني على فين؟ على التست دوت اتش تي ام ال، واقول له موافق. يبقى اذا لو دوسنا على دي هن هيروح، ايوه بالظبط كده هيروح. فهو باليمين نقول له دلوقتي ببلش سيف احفظها، باليمين تاني ببلش طلعها على الانترنت، وتعالى بدل ما يطلع على الانترنت نيجي نقول له هنا لو سمحت جدد لي الصفحه، ادي انتر انتر. شوف حاليا مفيش، لو عملنا اجدد الصفحه انتر ونشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل، جددها لي. لو ضغطت هنا هيضغط على ادي صفحه التست. يبقى اذا هنا واللي بنأكد عليه ان صفحه الانترنت هي مستند عادي مكتوب بال HTML. ال HTML اللي هي تاني لو جينا هو اوعى تفتكر هي مكتوبه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا لا، ده بيوصف له بسم الله الرحمن الرحيم، الستايل بتاع الفونت بتاعها كذا ولونها ازرق، وبعدين سطر جديد وهو ولونه كذا، وبعدين سطر جديد ولونه كذا، واعرف ان ده ريفرنس له مرجع مرجعه كذا. تعالوا نشوف، تعالوا نشوف الكود مكتوب ازاي. ادي يا سيدي، ها بسم الله الرحمن الرحيم، ستايل 2. الستايلات الاثنين مكتوب هنا، الستايل 2 مش ضروري تعرف، بس انا بوريك ان يقول له وصف الايه الحروف بهذا الشكل. وبعدين تيجي تحت كمان هذه صفحة اختيار، ده البي معناها باراجراف جديد او ايه فقرة جديدة، وبعديها كمان باراجراف او فقرة جديدة مكتوب فيها وصلة الى هذه الصفحة، وقال له خلي بالك الريفرنس اتش ريفرنس، المرجع هو www.bahik.com. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ فهمنا ولا ما فهمناش؟ بعد ما عملناها على الكمبيوتر قلت له ايه انشرها على الانترنت، راح نشرها على الانترنت، ولذلك احنا نقدر نستخدمها من الانترنت كيفما نشاء، اللي هي تيست دوت اتش تي ام ال، اللي هي مكتوبه باي لغه؟ مكتوبه بال اتش تي ام ال. ماشي ماشي، خلصنا دي خلاص. نعم طيب، يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه صفحه الانترنت، صفحه واحده. هو في موقع صفحه واحده؟ انا اسف، دي صفحه واحده فعلا، انما موقع، الموقع بيبقى صفحات كتيره كلها مترابطه، زي اللي احنا شفنا الويكيبيديا في عربي وانجليزي، العربي لوحده هتلاقي فيه بيتكلم صفحه بتتكلم عن مصر، ادي الويكي اهو صفحه بتتكلم عن مصر،
طيب في صفحة بتتكلم عن طنطا، تعالوا نشوف طنطا. خلاص طب ادي طنطا، صفحة بتتكلم عن طنطا اكيد. طيب صفحة بتتكلم عن بنها اكيد، صفحة بتتكلم عن دسوق اكيد. ايه ده، ايه مش سايبة حاجة؟ لا مش سايبة حاجة، لان هو مجهود البشر كله مش مجهود واحد بس. صفحة بتتكلم عن ابو كبير، خلاص كفاية مثال واحد بيدي المعنى وخلاص، هو ضروري يتكلم كتير معلش، لكن انا اقصده ابو كبير. طب موجود فيها ابو كبير بس يمكن انا كاتب غلط. خلاص فيش حاجة ما تلاقيهاش في ادي ابو كبير، فيش حاجة ما تلاقيهاش في الويكيبيديا. عفاريت من الاف الاشخاص شغالين مع بعض عمل تطوعي عشان يعمل لك موسوعة حرة في منتهى الجمال وموسوعة واسعة. المهم المهم نعم، يبقى عرفنا ايه هو الصفحة وعرفنا ايه هو الموقع مجموعة صفحات زي بهيج دوت كوم، ده عبارة عن موقع بعلم فيه الوورد والاكسل والباوربوينت والانترنت واشياء. ماشي خلاص فهمنا، ما كفاية كده عشان ما تبوظلناش ايه المعلومة بكلام تاني. طيب بقى ايه هو ال www عشان لو جالنا في الامتحان نعرف نتكلم. ال www بقى عبارة عن نظام وثائق مستندات معمولة بإيه؟ معمولة بلغة ترميز اسمها HTML، لغة موجودة إيه؟ موجودة على كمبيوترات على الإنترنت. ليه؟ عشان كل الناس تشوفها. تتميز بإيه الوثائق دي؟ الوثائق دي بتتميز انها تقدر تدخل فيها نص، تقدر تدخل فيها فيديو، تقدر تشغل صورة صوت وغلاف جميل. وكمان في حاجة اسمها وصلات، ان صفحة الانترنت بتاعتي متوصلة بالجوجل، تدخل على جوجل تكتب احمد بيك يجيب لك، تدوس على احمد بيك تدخل عندي، عندي يروح مدخلك على الباوربوينت على الانترنت على كذا، ترجع من عندي على الياهو. اللفة دي كلها والتشعبات الكتيرة في التشعب اللي احنا بنقول النص التشعبي ده، لان من واحد اتنين تلاتة اربعة، ده بيعمل الايه الويب او الشبكة بتاعت العنكبوت اللي قلنا عليها. خلاص يبقى هو ده نظام وثائق متوزع على كمبيوترات في الانترنت. فلما بكتب بروح داخل على عنوان في الانترنت، عنوان الصفحة بتاعتي زي ما احنا شفنا اهو، قلنا له ده ايه عبارة عن ايه، على بهيج دوت كوم تحت التست HTML، ده عنوان الصفحة. فراح الانترنت جاب لي الصفحة، لو جينا باليمين اهو ونقول له وريني لو سمحت السورس، خلاص فاكرين اللي احنا شفناه هناك، هو بالظبط اللي احنا شفناه، فيروح عرضه لك في الكروم او في الاكسبلورر او اي برنامج لعرض صفحات الانترنت معايا، ويوري لك الصفحة تكون شكلها ازاي. النظام ده سواء كان في الكمبيوترات اللي موجودة في الانترنت، سواء كان في اللانجوج او اللغة اللي احنا بنكتب بيها الصفحة، سواء كان في ازاي بيوصل للصفحة نوعا ما يعني، واخد بالك، ده كله بيسموه نظام ال www، نظام المستندات اللي متوزعة دي ومتسجلة على الانترنت وتحتوي على صوت وصورة وفيديو. انا مش عايز اعيد، لكن هو ايه حرص مني ايه على ان يكون الموضوع اتفهم، ويا رب يكون اتفهم، واسف على التطويل، واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.